هل التسمية بأسماء إسلام وملاك وإيمان وتقوى وغير ذلك صحيحة؟ هذه الأسماء يا أخواننا ما صحيحة، هذه الأسماء ما صحيحة، لأن فيها تزكية. أفتى بها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن اسم ملاك واسم إيمان واسم تقوى، قال هذه الأسماء تحمل تزكية في نفسها، وأحياناً بترتب عليها أشياء خطيرة. يعني تجي في البيت تسألهم تقولون إسلام فيه؟ يقول لك إسلام ما في. كيف إسلام ما في يا ناس؟ نحن مسلمين، إسلام ما في كيف؟ تقول لا تقوى فيه؟ تقوى ما في. وتقول الله يعزاك يا تقوى، أي الله يعز التقوى كيف يا ناس؟ فإذا بتترتب على شنو يا أخوان؟ إشكالات، إشكالات كثيرة. ملك تقول لا فقر يا ملك، تقول ما ولا بالتجيران بتنبس فيها فقر يا ملك. يا أخوان الملك ما فقر ولا أي حاجة. فالعلماء قالوا تترتب على ذلك إشكالات ومفاسد، وأحيانا يسموها تقوى وتلقوه فاسد ذاته، اسمه إسلام وتلقوه شيوعي، تلقوه اسمه إسلام وشيوعي. فعلى أي حال الإنسان يا أخواننا يتجنب التسمية بهذه الأشياء. يعني الملاك ممكن عدلوا فيها شوية، سماه مليكة كده، مليكة زي ما جدد أنس بن مالك اسمها مليكة رضي الله عنها.